وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ الكريم اللي استقصى إن مدلي قري القرآن جماعة خت مسجد من ورا تاكوزين رمضان ولا من ورا المغرب موريكين رمضان من ورا الصبح ارتقران جماعة. المسألة دي لا كاينش الخلاف، ولكن الصحيح أنه وريتي ورا القرآن صغم كان أشكر تضيعا لحقوق القراءة. القرآن وراتي ورات قران الصحابة صغم كان ولا النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك عده بعض العلماء من البدع في الدين، وان لا يقرأ يقرأ واحد. تشكوري تبت في الزمن الرسول صلى الله عليه وسلم انه غران الصحابة القرآن ولا غرات الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة، وان لا يقرأ القرآن لا يقرأ ينتصنتص، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أي قرأ ينتصنتص كل شيء. واش كان يقال الأصل اللي سيقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل قران الصحابة غم كلي من الجرد عبد الله بن مسعود هي المجلس انت الصحابين ناس الرسول يقرأ علي القرآن ناس بن مسعود أقرأه عليك وعليك أنزل يا رسول الله، قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري. إغرت فلس ابن مسعود يتصند الرسول الصحابة